طوباه اللي يعرف كلمة وانا مالي، طوباه اللي يقعد في وسط مجلس لا يجيب سيرة حد ولا يحب يسمع عن حد. لو انا سألتك في اي يوم يا جماعة حد فيكم يعرف خروف الفصح موجود فين في الكتاب المقدس؟ تقول لي سيف الخروف. لو قلت لك الوصايا العشرة فين مكتوب في الكتاب المقدس؟ تقول لي. لو قلت لك الضربات العشرة موجودة فين؟ قصة موسى وولادته موجودة فين؟ في سفر الخروج. مش معنى انك اتملكت الارض انك تنسى اصلك، مش معنى انك عشت هنا انك تقطع ولادك عن مصر. خليهم يروحوا يشوفوا التراب والعرس والفران، حاجة مهمة برضو. ما تقعدوا هنا في امريكا الصراصير برضو. على فكرة انتوا بالنسبة لي تدريب طول انا واحتمال. يعني انا اب اعترافي بشتكي له بقول له ما عنديش طول الاحتمال، قال لي روح نيوجيرسي اتعلم من عندهم طول الاحتمال. يقول له يا سيدنا الشخبطه اللي بتشخبطها في ورقه بترسم مستقبلنا. يعني انت شخبط. فانا اتصور راكب حمار بقول له شيء، راح حمار قال لي بالراحه يا ابونا، انا متهيألي هقع من فوقيه. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في موضوع انا اللي جبته لنفسي، احنا اتكلمنا اول مره في انا اللي جبته لنفسي عن مين؟ فاكرين اللي فتح صفيحه الفسيخ؟ وتاني مره اتكلمنا على مين؟ اللي ما بيعرفش يقول لا في الوقت اللي المفروض يقول فيه لا ويحط حدود. بس مش معنى حدود التمرد، مش معنى حدود التذمر، مش معنى حدود ان انا مش عاوز اخدم الناس. انا عاوز اخدم الناس، لكنه لما انا احس ان انا it's too much والبردن على كتافي اعلى من اللي انا اقدر اشيله، اقدر اقول لا، بس اقولها بادب واقولها بذوق وبقولها من غير ما اكون محوش ومتضايق ومبقوق. ده اللي قلناه. النهارده هناخد الحلقه الثالثه من انا اللي جايبه لنفسي. في الحقيقه لما بقابل الناس في مصر يقول لي يا ابونا انت عارف الحياه قد ايه ستريسفول وستريسد، واحنا اوفر ستريسد وستريسفول. اجي امريكا ناس تقول لي اتس فيري ستريسفول واحنا ستريسد والكلام ده كله. في كل حته في الدنيا اوقات الحقيقه الاستريس اللي في مصر بيبقى بلوجاتري. يعني ايه بلوجاتري؟ يعني لا مفر منه. هو المرتب 800 جنيه والكهرباء ب 100 جنيه والعيش الحاف ب 200 جنيه وكيلو لحمه ب 80 جنيه، فانت تجيبها يمين تجيبها شمال. لو دخلت لها الاحسن كمبيوتر في الدنيا لازم يجيب دخان وجاز يفوت، لانه مش هيعرف يحسب الحسبه دي. فلما الناس في مصر تقول ان احنا وي ار ستريسد ممكن، لكن الناس لما تقول في امريكا وي ار ستريسد او اوفر ستريسد او ستريسفول، انا محتاج اعلق على دي، لان هنا ممكن اقول انا اللي جايبه لنفسي. يعني ايه انا اللي جايبه لنفسي؟ انا مش بكلم عليكم كلكم، انا عارف الحياه فعلا هنا شاقه، انا عارف ان الحياه هنا شاقه وعارف فعلا ان معاكم حق، بس انا مش بتكلم على اللي ظروفه صعبه، انا بتكلم على اللي جابه لنفسه. يعني ايه اللي جابه لنفسه؟ هقول لكم. يعني اوقات عندكم التمتيشنز عاليه قوي والمول فيه اوكازيونات عاليه قوي، ففي اوقات كتير الانسان ما بيقدرش يقاوم ان يحصل على حاجه. بصرف النظر الحاجه دي محتاجها قوي ولا محتاجها نص نص ولا مش محتاجها. لكن عندنا شيطان صغير عباره عن 5 سنتي في 3 سنتي اسمه فيزا كارد او كريديت كارد او واتيفر ذا كارد از، سهل قوي، لانك you don't feel getting money out of your pocket. انت بتعمل كده والشوته دي مش مهم احنا جبنا بكام، المهم ان احنا جبنا حاجه وخلاص. فبص الاقي accumulation of يعني credit عليا، في الاول مش حاسه، الفوائد بتزيد ويقول لك تدفع مينيمم كذا بس خليك معانا. الناس بتقول لازم يكون عندي كريدت كارد لان الكريدت كارد والهيستوري اوف كريدت ده بيديني اوكي. دوت برضو الاقتصاد بيضحك عليا، انا مش ضد ان انا اشتري وابيع بالكريدت كارد لو انتوا عاوزين تعملوا كده، لكن الفكره ما بيحصلش كده. بيحصل ان احنا بنشتري حاجات اول حاجه فوق احتياجنا لمجرد ان انا مش قادر اقاوم. يعني انا هتخيل ان في حضرتك عندك 3 تيارات والثلاث تيارات دول is quite enough. انت حتى ما عندكش occasions تلبسي فيهم 3 تيارات دول،
بس انت جبتيهم. وبعدين دخلتي مول لقيتي تاير نازل من 400 دولار ل 80 دولار. كان اي ميس ات نو واي، ان شاء الله اجيبه وولع فيه. بس ده ما تفوتش. استنوا بس استنوا، ده ما يتفوتش. خليكم معايا ليه؟ لانك انت يو فيل هابي انك انت حصلتي على 320 دولار خصم. انت ما حصلتيش على 320 دولار، انت دفعتي 80 دولار وانت مش محتاجاه، بس ما قدرتيش تقاومي انك تجيبيه. ده ايتم. نمره 2، ندخلش بقى نجيب. تبقى الشقه بتاعتنا قد كده لو احنا نيو بيجينرز، بس عندنا في كوسكو مثلا، بلاش الماركات لحسن يقول انا ضد ماركه معينه ولا بتاع، بلاش الاسماء، الاقي ان انا بشتري بالجمله عشان اوفر. بس الحقيقه ايتم زائد ايتم زائد ايتم بالجمله، لان هم كل الفكر ده فكر اقتصادي، ازاي تو جيت ذا ماني اوت اوف يور بوك بوكيت، هم بيفكروا كده. فانت في الاخر خالص بتورط نفسك، وتبص تلاقي الكريدت وصل عندك 7000 8000 دولار. تقول على العموم ما حدش في امريكا كده، ما كل الامريكان عايشين كده. ايوه، بس في نقطه تانية برضو، احنا ممكن يجي علي اوف، وممكن يجي علينا. صحيح برضو الحكومه انا عارف انها بتدفع هنا في اللي اوف فور 6 مانث وبتتجدد ب 6 مانث تانية، انا عارف كل ده. لكن في اوقات الواحد بيدخل نفسه في ستريس هو في غنى عنه، يبتدي يخش الاستريس في مود تاني. ان ايفن حتى كانوا هم قاعدين في البيت، ومراته ممكن تكون قاعده في البيت ريزن كيز، لا لا انت لازم نشوف حضانه ولازم تنزلي، فلازم تنزل بدري تودي الولاد في حضانه، وهو يرجع يجي الحضانه يجي الحضانه. كل ده ستريس من غير ما احسه. بقول دي الحياه في امريكا. لا، مش دي الحياه في امريكا، ده اختيارنا كده. لو احنا ما عندناش اوبشن غير كده ربنا يعينك. انا بتكلم ان انا عندي اوبشن، بس انا دخلت نفسي في زنقه بنفسي. وبص الاقي العلاقات بين الراجل ومراته بقى فيها جفاء، والعلاقات الماديه بقت سبب مشاكل. لو هي بعد كده جابت حاجه بخمسة دولار بيزعق فيها، وابتدي يقول لها لو ادى الامر هقطع لك الكريدت كارد بتاعك، تروح هي زعلانه واخده على خاطرها. ونبتدي نخش في لوب. اللوب ده معناه ان في حاجه غلط احنا اللي جبناها لنفسنا، ان فكره الاكتفاء وفكره ان كان لنا قوت وكسوه فلنكتفي بهما، دي بقت قصه ايه زي ايه بتاعت اسمها لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح، مكانها الصفحه الاخيره في الاهرام في النعي. لكن ان حد يقول فعلا لي اشتهاء ان واكون مع المسيح، دي بقت وعظه بنقولها في الجنازه. لكن الحقيقه نفس القصه، ان كان لنا قوت وكسوه ما بقاش حد. فين كلمه رضا؟ وفين كلمة الحمد لله؟ وفي كلمة إن قليل مع سعادة في البيت، دي آية بتقول كده، بتقول لو البيت فيه خبز مع سعادة أحسن من بيت كله زبايح ونكد. بس إحنا بقينا بنورط نفسنا ومش قادرين نقاوم الأسعار النازلة. وبعدين بتبص تلاقي نفسك حاجة بسيطة على حاجة بسيطة فرقت. يعني أنت معاك عربية، أنت ممكن تعمل ديل مع الديلر، تروح يودي العربية إن شاء الله تساوي لها 2000 دولار وتاخد عربية ب 2000، بس الأولانية كان قسطها 100 دولار، يقول لك ما فرقتش كتير قوي، هنزود القسط 100 دولار تاني، بقى 200 دولار هنا، وإنشورنس هنا، ومواصلات هنا، ومش عارف مين هنا، وفاسيلتيز هنا، وفي الحرارة وفي الثلج بتاع نيويورك ونيوجيرسي وشيكاغو، بندفع فلوس أكتر في الكهرباء عشان الدفا، وإلا هنبقى ميتين جوه بيوتنا. ونبص نلاقي نفسنا إحنا متورطين، لأن نسينا كلمة خبزنا كفافنا، ونسينا كلمة إن كان لنا قوت وكسوة، وبقينا عايشين عيشة مش قادرين نقاوم، لأن كل اللي حواليا بيعملوا كده. حتى لو كل اللي حواليا غلط، أنا لازم أكون عاقل ولازم أكون ناصح. أنا مش عاوزك تكون بخيل، بس مش عاوزك يضحك عليك وترجع وتقول أنا اللي جبته لنفسي. اللي أنت محتاجه اشتريه، لأنك لو ما أنت اشتريتش اللي أنت محتاجه يبقى أنت تحت الاحتياج. لكن لو انت جبت حاجه اعلى من احتياجك ده غلط. نمره 1 على المستوى الروحي يزعل ربنا قوي. نمره 2 على المستوى الاجتماعي بندفع ثمنه في حاجات تانية. انا اللي جبته لنفسي، انا اللي جبته لنفسي، فمن فضلكم اشتروا وربنا يديكوا وتجيبوا. احنا مش عاوزكم يعني تتجردوا وتترهبنوا، احنا بنتكلم على مبادئ انك انت ما تعلاش فوق مستوى ربنا سمح لك بيه. أنا بألفين دولار هقدر أعيش، بأربعة هقدر أعيش وحوش حتة، بتمانية هقدر أعيش وحوش عشان أعمل مشروع. ده معقول، لكن يبقى عايشين ب
بطريقة اللي جاي رايح والكريدت كارد بجيبي، والمهم إن أنا ما أحرمش حاجة من دلوقتي. لأ، ولازم نعلم ولادنا من صغرهم القناعة، لأن ما بقيناش نعلم الحاجات دي ولا بقينا نسلمها لأولادنا. ما تتغيروش زي العالم اللي حواليكم، خليكم حافظين أصولكم. في أصول طيبة فينا وفي أصول عاوزة تتقص وتتحرق فينا. يعني في طباع مصرية مش حلوة وفي طباع مصرية كانت حلوة. اللي بيحزنني إن المصري يجي أمريكا يقطع الجذور الحلوة ويسيب الجذور الوحشة، وياخد منهم الجذور الوحشة ويسيب الجذور الحلوة بتاعته. خلي بالكم إن أنا مش عاوز في يوم الأيام أقول أنا اللي جبته لنفسي، أفتح لاين أوف كريدت وأفتح مورجج هنا وأسدد هنا وأسدد هنا وأسدد هنا وأسدد، وفي الآخر خالص الدنيا صعبة. أوكي؟ يبقى أنا اللي جبته لنفسي، ما بتدخلش في حياته الشخصية، ربنا يعلم. بس أنا بقول لكم عيدوا التفكير إن الاحتياج هاته، اللي فوق الاحتياج ما تجيبهوش. هنا بلد مش بتاع الدلع، هنا بلد بتاعة شغل. لكن لما إحنا الاتنين نفكر ونحط إن ربنا نمرة واحد ونفتكر، أصل خلي بالكم يا جماعة، الناس لما بتتعود على ليفل معين على المعيشة، أنا هقول لكم حاجة، ممكن أعترف لكم بسر، هو اعتراف يعني، بس هقوله لكم، أنا مش هنكسف منكم. أنا في بنتي وهي 15 سنة 16 سنة طلعت في مخها بقى عاوزة إيه؟ تلبس ماركات، يعني عاوزة الجزمة تكون نايكي أو الجزمة تكون أديداس سي أو بوما، حاجة عندكم حاجة اسمها بوما أو بوما حاجة كده، ما علينا. وعاوزة التيشيرت يكون مكتوب عليها إما هاي فيجر يا إما لاكوست، حاجات من دي. وبعدين الموضوع بقى ورطة يعني، طب وبعدين؟ فربنا اداني فكرة كده إن إحنا نجيب حاجة غالية وحاجة إيه رخيصة، يعني نجيب واحدة كده وواحدة كده، نجيب واحدة كده وواحدة علشان إيه برضو ما تتحرمش قوي، لكن في الوقت نفسه ما يكونش ده الليفل اللي اتعودت عليه. وبعدين حصل حاجة، ربنا سمح إن أنا أروح السودان بنخدم ناس اللي هم اللاجئين اللي راخدين للسودان، اللي هم ما عندهمش شبشب بيحطوه في رجليهم. فكانوا بيجيبوا أزايز المية يبططوها ويخرموها بحبل من هنا وهنا ويعملوه شبشب، يعني الشبشب بتاعه إيه؟ إزازة مية. إزازة المية دي اللي احنا بنشربها دي بتتبطط، يعني الصغيرة دي تبقى سايز مثلاً 5 و 6، الكبيرة 8 و 9 و 10 وحاجة زي كده، ويمشوا بيها الأرض. الجزم البلاستيك دي باي تايم لو هو مش على أسفلت في درجة حرارة 50 و 60 بتلسوعه، فما بيبقاش عارف يمشي حافي ولا يمشي بإزازة بلاستيك في رجله. احنا شفنا كده، لما شفنا كده شفت واحد عيان، فأبونا قال لي عاوزين ناخد زيارة ونزوره. الزيارة دي كانت ايه؟ احنا في مصر بناخد كيلو شوكولات، وفي شوكولاتات باسم صليب ب 800 جنيه كيلو في مصر، مش عارف ليه، لكن في كده دلوقتي، انا ما اعرفش ليه في، يعني في ب 100، في ب 100 لغايه 800، المهم يعني محشيه ايه ما اعرفش، لكن اهو يعني على حد ما مش مهم يا جماعه، انا بقول لكم. فانا يعني بنجيب ايه؟ شوكولاتات في مصر، تورته، انت رايح زيارة تورته ماشي. عارفين ابونا خد له ايه؟ نص كيلو فول ونص كيلو عدس ونص كيلو لوبيا ونص كيلو فاصوليا بيضة. دخل عند العطار قال له زين انصاص 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 انصاص، خدت له كده حاجة 5 كيلو بقول. فانا بصيت كده، هي دي زيارة يعني؟ يعني يعني لغاية لما روحت للراجل لقيته قاعد في عشة صفيح وفوقيها شوية حاجة كده قش عشان تقلل الحرارة شوية. طلع الراجل عريان، دخلت الأوضة بتاعته نايم على كرتونة، عارفين كرتونة التلاجة 9 قدم أو 10 قدم، مطبقها ونايم فيها على الأرض. أنا خدت بنتي شافت المناظر دي. قعدنا أسبوع في السودان، كنا في السماء بننام في اليوم 2 ساعة ونشتغل 22 ساعة. أول ما دخلنا الطيارة حل علينا تعب سنين، ما بقناش شايفين بعض في الطيارة. بنتي جت كده قعدت على كرسي جنبي، قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، قالت لي لو طلبت منك في يوم من الأيام ماركة، لو طلبت منك في يوم من الأيام أي حاجة غالية، من فضلك اقلع اللي في رجلك واضربني فوق دماغي، لأن أنا ما استاهلش أعيش. اللي
اللي انا عاوز اقوله ان كل حاجه مهما كانت التمتيشن او الاغواء او الاغراء انك تشتريها وانت حاسس منها، قول يا رب مش يفرح قلبك ان لو دي زياده وانا مش محتاجها وانا طلعت ثمنها، لبست بيه ثلاثه في السودان ثلاث فلنات، او ثلاثه في الصومال ثلاث كولوتات، او ثلاثه في اي بلد من افريقيا حطينا لهم بس اي حاجه هو بيها، مش احنا كده فرحنا قلبك؟ احنا ليه بقينا فيري سيلفش وليه بقينا مديونين؟ حاجه عجيبه قوي. مفيش حاجه هنا تخلينا نتداين، بس احنا بنتداين والناس اللي هناك مش لاقيه العيش الحاف. انا مش بقول كده عشان اوجع ضميركم، انا بقول كده عشان على الاقل ما اقولش في يوم من الايام ان انا مديون، ابقى ساعتها اقول انا اللي جبته لنفسي. يعني مش هتخرجوا من المؤتمر ده الا يعني انا عاوزكم تمشوا في كنايسكم بعد كده عندكم سجس، يعني انتوا ماشيين كده اللي تشوفوا يا ابونا اللي تشوفوا يا ابونا اللي تشوفوا يا ابونا اللي تشوفوا يا ابونا. هات يا حبيبتي، هات هات يا هات يا حبيبتي، هات يا هات يا عشان يلا خلاص اقعدي بقى. احنا عندنا البنت بتبقى حامل عاوزة 10 يخدموها طبطبوا عليها وعامله ايه، بنام كتير تعبانه من عويسه شاحنين، هتقولي تفاح هتقولي مش عارف مين، هتقولي اقراص الزبيب. يا خبر ابيض، اقع في يد الله ولا اقع في عبي نيوجيرسي ابدا. واتنين بالحاء، بقول اتنين بالحاء تقول عبوديه، اربعه في اتنين بتمانيه، اربعه في اتنين بتمانيه، حد بيقول لي سبعه. انتوا مصرين مصرين. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. الأمة المصرية القبطية ما تتحرمش من عادة، مش قلتلك ابقى قابليني لو نفعت في الجواز؟ ربنا طلب في وصية قال لك حمارك وطورك تريحوا في اليوم السابع. حمارك وطورك تريحوا في الايه؟ في اليوم السابع. أنا شغال كونتيني شو من الصبح،